انا عرفتها وهي مصممة ازياء، وقدمت لها عرض مميز جدا لاهم الازياء بتاعتها، وفجأة غيرت الاتجاه وبقت زميلة لينا على المحور جينا سلطان. ولكن اللي بيحب حاجة من الأول ما بينساهاش، ولقيت كذا حد من اللي موجودين على الريد كاربت بتصميم جينا سلطان، فواضح برضو الأزياء والموضة هم محور اهتمامها في مهرجان القاهرة. برحب بيك يا جينا ومنورة المهرجان. أهلا بيك يا بوسي، مرسي حبيبتي. كلميني مرسي بقى عن اللوكات اللي بقدمها في مهرجان القاهرة على الريد كاربت. والله الحقيقة أنا أولا مبدئيا مبسوطة أن أنا في المهرجان النهاردة، وسعيده جدا ان المهرجان بتعمل الدوره الكامل الأربعين الطويله الأربعين اللي بتتكلم على السينما المصريه وقد ايه جمالها وكده، يعني حاجه مبسوطه ان انا احضر ده كمان. الحقيقه انا كنت مسافره الفتره اللي فاتت فتره طويله ولسه راجعه قريب، بس انا عندي لوكس اللي طالعه الالوان الفضي طبعا اللي انت لابساه. جدا بما انك بتاعت موضه تقول لنا الفساتين اللي عجبتك وتقول لنا البوليس بقى على الفساتين اللي ليكي اعتراض عليها على الريد كارب. لا طبعا يعني الفستان بتاعك اخذ عينيا اول ما دخلت طبعا، يعني انت طبعا معروفه بالاناقه بتاعتك يا بوسي طول عمرك، واللون كمان السيلفر اخر موضه السيزون ده الشتاء 2019 ان شاء الله، الذهبي والاحمر والفوشيا الالوان الفرير كمان بالالوان طلع موضه جدا، والالوان الميتاليك يعني الالوان الميتاليك شويه ميتاليك لمعه كبيره كبيره والحجاره الكبيره اللي بتدي زي الميتاليك بكل الالوان. ورجع الاستراس والشغل بشده جدا، والشغل وبريش النعام وبريش الملون يعني انا بوصف تقريبا فستان يعني انا احيي هويدا بريدي انها عامله لي الفستان اللي على الموضه جدا جدا جدا. وهويدا عموما ليها تاتش معروف ومحسوس يعني يا حبيبه يعني. قلبي ربنا يخليك وشكرا ليها، وشكرا ان مصممه ازياء بتقول كلمه حق في مصممه ازياء اخرى. لا اكيد زميله وانا عارفاها على فكره شخصيا، شفتها اتقابلت انا وهي في دبي مكان عندي هناك شغل في دبي. هي في انسانه راقيه جدا وذوقها عالي جدا. ايه الحاجات اللي خدت عينك نقدر نبقى يعني ننقدها على الريد كاربت؟ كم حاجه كده سريعه. الفستان بتاع ريهام حجاج بلا نقد، الفستان راقي جدا لون على مود والشغل بتاعه شيك قوي. كمان الفستان بتاع الجميله نيلي كريم الجلد ممزوج بالشغل، فطبعا حاجة جديدة يعني مش عينينا واخدة عليها دايما في الأقمشة بتاعت السورية يعني. راقي قوي. طبعا الجميلة وفاء عامر اللون الأخضر برضو حلو عليها وشيك. أمل رزق قالت لي إنها لابسة من عندك. أمل رزق حبيبتي واختار لها لون جميل والقماشة دي كمان موضة، القماشة البروكار ده من شوية غنية يعني ما بتحتاجش إن يبقى عليها عايزة شغل أو كده، فعوضنا عن الشغل. هي ما بتحبش الشغل كتير فعوضنا الشغل بالخامة يعني. والشكل البرنسيس الواسع مدي معاها حلوة. طب مش هنقول قوي فنانين بأساميهم، ولكن قوليلي ايه الغلط اللي كان على الريد كاربت؟ يعني ما تقوليش اسم الفنانة بس قوليلي حاجة غلط شفتيها على الريد كاربت. بصي هقولك، اما تبقى الفنانة كبيرة جدا 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 والفستان مش ملفت لا لازم تبقى شو، يعني الفستان يكون فيه شو لان هي اوريدي اول ما هيتقال فلانة الفلانية الفستان يعني لازم على طول. حتى لو كانت هي الشو الفستان هي اللي بتاخد العين، بس ما هي هتاخد العين بس الفستان ليه الرونق بتاعه. كمان في حاجه طالعه جديد قوي ان بيلبسوا سبور في التايم ده او في مهرجان مهم قوي زي ده، العالم كله بيتفرج علينا. مش بحب انا كان نفسي انزل بالتريننج في اريح من الريد كاربت والكعب وانزل بالتريننج. بس زي بقى انت علامه الاناقه يعني يا فوسي، احنا بنحب نتفرج عليكي وهنا وفي بره مصر احب اتفرج عليكي وعلى اللوكس اللي بتعمليها بتبقى تحفه حبيبه قلبي. يعني جينا سعيده بوجودك معانا وسعيده باختيارك لبعض النجمات النهارده، انك اهتميتي باناقتهم على الريد كاربت، وسعيده بزمالتك على قناه المحور
ببرنامج جميل بنسعد بيكي عليه. اهلا بيكي ومنوره المهرجان. شكرا ليكي. وميرسي ليكم. بشكرك وبشكر قناه النحل. شكرا.